السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني من سلسلة تصحيح امتحان الوطني ديال 2018 الدورة العادية، المواد المهنية الخاصة بشعبة الخدمات مسلك المحاسب. دونك شفنا في الفيديو اللي فات كونطابيليتي جيستيون، اليوم غادي نشوفو لي بيجي. قبل ما نبداو نحب نذكركم ب دروس الدعم عن بعد. هي دروس مؤطرة من طرف مجموعة من الأساتذة بخصوص مجموعة من المواد. أولا قبل ما ندخلو في صلب الموضوع، الناس اللي فاتوا شافوا هاد الفقرة هادي فممكن أنهم يكليكيوا على الدقيقة اللي كيبدأ فيها الدرس ديالنا أو التمرين ديالنا اللي كتكون دائما تحت الفيديو، وكيمشيو ديريكتومو يبداو الدرس او التمرين ديالهم بدون ما يشوفوا هذه الفقره هذه. والناس اللي يلا اول مره غيشوفوها يتبعوا معنا حتى تسالي، ما تاخذش من وقتك بزاف. دونك دروس الدعم عن بعد، يكفي انك تكليكي على هذا اللين، هذا كتمشي الموقع ديالنا اللي هو هذا، غادي تكليكي على دروس الدعم عن بعد ثم كونتاكتيني. غادي يعطيك صفحه اخرى فيها جميع المعلومات اللي انت باغي تعرفها على هذا العرض. هذا شنو هو العرض، شنو هي الفئه المستهدفه من هذا العرض، وشنو هو البرنامج ديالو، وكيفاش الطريقه باش تشترك فيه، وشنو ممكن انك تعمل في حاله الا ما لقيتيش الماده اللي باغي تشترك فيها. دونك كيفاش كنقومو بعمليه الاشتراك، واننا كنهبطوا نملؤوا هذه الاستماره هذه. بالنسبه للناس اللي ما كتهضرش ليهم كانوا كيتصفحوا من الهاتف ديالهم، دونك ممكن انه يكليكي على هذا الرابط، هذا غادي يديه للاستماره ديريكت. دونك يامرها ويكليكي على اونفوي. اون فوا يكليكي على اونفوي كيتوصل المكلف بالتواصل مع التلاميذ بهاد المعطيات هذه، كيطريطيها وكيوصلهم بالاستاذ اللي مكلف بديك الماده اللي بغا. وهنا ماشي الا ما لقيتيش الماده اللي انت باغي راه ما كايناش، نو راه ملي كتعمر المجموعه كنحيدو ديك الماده الى حين تفرغ شي بلاصه، وديك الساعه كنعاودو نحلوها. ودابا نمشيو نكملو لا فيديو ديالنا. دونك نبداو التمرين ديالنا. دونك لونتربريز سانيت برو est une société anonyme spécialisée dans le commerce de gros des salles de bain et accessoires sanitaires. Donc, son activité couvre tous les territoires nationaux. On fait moins. Donc, on a extrait du grand livre, compte de l'actif, fait client, client et fait recevoir, fait banque. Compte du passif, fait l'emprunt auprès des établissements de crédit, ou fait fournisseur, fournisseur FAPI, organismes sociaux et état TV dû. Prévision pour le premier trimestre 2018. Un délai vente, les achats, salaire net, charges sociales, autres charges TTC, acquisition d'une camionnette TTC, ou les trois mois, janvier, février et mars. Information complémentaire, donc information fiscale, TVA 20%, fait générateur encaissement, donc régime d'encaissement, déclaration mensuelle ou règlement TVA mois suivant, le mois d'exigibilité ou le mois de règlement, chèque barré non endossable et virement bancaire. L'encaissement, le mail au matériel à l'encaissement ou décaissement, le mail au matériel à décaissement. D'accord, donc travail à faire. Compléter le budget des encaissements, annexe numéro 2, page numéro 5. Donc, Radinji, il est à. Voilà. Donc, Adam Tlobmini, normalement. Budget des encaissements. Donc, Radinji, l'encaissement. Radinji, la route de Meloumet, DL. L'encaissement, DL. Ou Mado. Et il y a déjà un d'alakab l'encaissement. Il y a des flous, les Radinji, trop lundi. Et d'un Radinji, Radinji, d'ala barakatilla. Tableau. شنو طالب منا. اي فوالا، دونك هذا هو الطابلو ديالنا، غادي نعمروه ناخذوه الجنب
وناخذوا المعلومات ديالنا هنايا. دونك كليون يعني الشيء اللي كان عندي في البيلون، شنو قالوا لي عليه؟ نكبروا هذا شويه. دونك قالوا لينا ان لي كريونس كليون 31/12/2017 دونك كليون انكاسمون de 60% en janvier 2018 et le reste en mars 2018. Yani 60% retrouvés en janvier ou le reste retrouvés en mars. Et donc, on va prendre le montant de lundi. Donc, je vais aller lundi. Voilà. Donc, on dit 864,000. On va prendre 60%. شحال غادي تعطيني؟ دونك هي 518,400 غادي تكون في جانفي. 518,400 و لو غيست غادي يكون في مارس. دونك لو غيست شحال؟ غادي نجي ندير لو غيست. دونك عندي 864,000 و غنقص منها 518,400 ماذا تعطينا؟ 345,600 غادي يجي يكتبها في مارس. دونك 345,600 في مارس. كليون اف ا ريسيفوار، شنو قالوا لنا على كليون اف ا ريسيفوار؟ كليون اف ا ريسيفوار قال لك لونكيسمون دو لا توتاليتي اون فيفري. دونك توتاليتي اون فيفري غتخلص. شحال عندي؟ عندي 121,200 غتخلص فيفري. اذا غنجي غادي نحطها هنا اي فوالا. Donc, vente de marchandises TTC de janvier. Donc, la vente de marchandises, on dit hors taxe, on dit la chouda dans le TTC. Donc, je vais dire, on dit 1,925,000. On va dire 1,2 pour les TTC. Je vais dire 1,935,000. C'est le montant TTC. Mzien. Le montant TTC, je vais vous dire, les ventes de marchandises sont encaissées au comptant à raison de 40% et le reste dans 2 mois. يعني كتخلص كتاخد 40% au canton يعني ديك الساعة ou le reste dans 2 mois. اذا هذه غادي ناخذ نضربها في 40% اللي هي 0.4 غتعطيني 540,000. اذا هنا عندي 540,000. دونك لو ريست، لو ريست شنو هو؟ هو 1,125,000. غادي نضربها في 1,2 باش تولي تي تي سي و غنضربها في 60% غتعطيني 810. دونك 810 في مارس. اي فوالا. فيفري، فيفري تا هو نفس الامر، 40% او كونطون 60% دون دو موا. غادي نجي لفيفري. فيفري عندي 1,460,000. غادي نضربها في 1,2 باش تولي تي تي سي و غنضربها في 40% غادي تعطينا 700,800. اذا هي 700,800 و لو ريست دون 2 موا. 2 موا غادي يجي في لو موا 4. لو موا 4 ما عنديش، اذا ما عندي ما حتى ما غادي نجيو مارس. مارس 1,650,000 غادي نضربها في 0.4 غادي تعطيني 660,000 و نضربها 1,2 باش تولي تي تي سي. دونك هي 792,000. اذا 792,000 راه ممكن ديرها بحالكا، ممكن ناخذ المونطون الاول كامل. دونك 1,650,000 ونضربها في 1,2 باش نحول المونطون كامل تي تي سي، وعاد نضربها في 0.4 يعطيني نفس المونطون اللي هو 792,000. راك ممكن تضرب الاور تاكس وديك الساعه تحول المونطون ديالك. اي فوالا سالينا. نجيو دابا للتوتال. التوتال غادي نجمعو هادشي. دونك تساوي لا سوم ديال هادو والاخرين تاهما نفس الامر. لا سوم ممكن ديرها انت، ديرها بكالكولاتريس ديالك. انا كنستعمل كالكولاتريس، كنستعمل ليكسل ربح الوقت. دونك ها هي 518,400
زائد 540 شحال غتعطينا؟ غتعطينا 1,058,400 هي اللي عندنا. والاخرين تما راه نفس الامر غادي تخدمهم بالكالكيلاتريس ديالك وقار. سالينا البيدجي دي زونكاسمون. غادي نشوفو شنو السؤال الثاني، هو البيدجي دي ديكاسمون. دونك ديكاسمون هما الفلوس اللي غادي نخرج. عندي معلومات على لي ديكاسمون وغادي نمشي بشويه بشويه نعمر لانكس ديالي. هو هذا وهذا لانكس اللي عطاونا، ها هو انا رسمته هنا وغادي نعمروه اونصومبل. الوغ اول حاجه لي فورنيسور. دونك لي فورنيسور غنمشي للباسيف. شنو قالوا لي لي فورنيسور؟ كنتسالوهم كيتسالونا 972,000. مال هاد لي فورنيسور؟ قالك لي ديت فورنيسور او 31/12/2017. قالك فورنيسور ريغلومون دو 50% اون جانفيي، دونك 50% اون جانفيي اي 50% اون مارس. دونك 50% 50%. اذا غادي ناخذ هذا المونطون هذا اللي عندي اللي هو 972,000 ونقسمو على جوج، حيت 50% نقسمو على جوج. دونك غادي نخلص 468,000 في جانفي. دونك 468,000 في جانفي وفي مارس لا ميم شوز. دونك لا ميم شوز في مارس 468,000. فاهمين؟ كليون اف اي ابي. دونك عفوا فورنيسور اف اي ابي. فورنيسور اف اي ابي شنو قالوا لنا عليها؟ ابي ريغلومون دو 80% en février et 20% en avril. Donc, un an, je dis avril, un an, je février, donc un an, je dis donc, effet API, voilà, il y a 480,000. Donc, on va prendre 480,000. On va prendre 80%, il y a 0,8, on va prendre 384,000 février. Donc, 384,000 février. Donc l'achat de janvier. Chachrina de janvier. Chachrina 570,000 hors taxe. On a barré une TTC. Je vais vous dire que les achats de marchandises sont réglés dans un délai d'un mois. Donc un achat de janvier. Donc on dit janvier. Chachrina. شريت 570,000 ونضربها في 1,2 باش تولي تي تي سي. امتى غنخلصها؟ تا الشهر الجاي. دونك شنو الشهر اللي وراه؟ هو فيفري اللي هي 684,000. نجي لفيفري. فيفري شحال عندي؟ عندي 600,000. تا هي غنضربها في 1,2 وغادي نخلصها في الشهر اللي وراه. دونك هي 720,000. ولاشا ديال مارس غنخلصها في افريل. دونك انا ما عنديش افريل هنا، اذا ما عندي والو، انا غادي نخليها خاويه. شنو عندي دابا؟ عندي لي سالير. لي سالير فين هما لي سالير؟ ها هما لي سالير نت. شنو عندك؟ كل شهر كتخلص 187,500. ولكن شنو قالوا لي عليه؟ دونك لي سالير سون ريغلي شاك فان دو موان. يعني كل وحده كتخلص في نفس الشهر ديالها. يعني غادي ناخذ هذا ونحطو في كل شهر لي سالير. دونك غادي نحطو هنا في كل شهر اي فوالا. لي شارج سوسيال شنو؟ ها لي شارج سوسيال، هادشي اللي عندي 65,750. ولكن شنو قالوا لي عليها؟ لي شارج سوسيال سون ريغلي aux organismes sociaux le mois suivant. Donc, تخلص الشهر اللي وراه. اذا بما ان ديال جانفي غتخلص في فيفري وديال فيفري غتخلص في مارس، الوغ جانفي شنو غنخلص؟ جانفي غنخلص ديال ديسمبر ديال العام اللي فات. في هنايا ديال ديسمبر ديال العام اللي فات ها هي 48,000 اللي كاينه في البيلون ديال العام اللي فات. ها هو البيلون ديال 2017. اذا غادي نجي نحطها هنا. اوتر شارج تي تي سي. ها لي زوتر شارج تي تي سي مالهم؟
شنو قالوا لي عليهم لي زوتر شارج سون ريغلي او كونطون كيتخلصوا او كونطون يعني سور لو شو جينا غادي نحط هنا 105 عندي وعندي 105 هنا وهنا عندي 114 فيفري مزيان اكيزيسيون دو لا كاميونيت تي تي سي كاميونيت شرات فيفري 216 شنو قالوا لي عليها ضروري خصنا نشوف شنو قالوا عليها L'acquisition de la camionnette, règlement de 50% au comptant et le reste dans 6 mois. Il a un hedge chili à dire, un chalas rien sot. Il a un art qui a été limité, il nous stage à l'elf. On se met à la juge, un chalas rien sot, donc il y a 108 000. On va dire, t'en a. Donc 108 000. On m'a un art. Gérouli est TTC, on m'a un art matériel TTC. Il y a le montant qui est procuré, mais qui est TBL ou elle. شنو قالوا لي عاوتاني قال لك لو بروشان رامبورسمون دو لامبران دان مونطون دو 46700 درهم سورا افيكتوي ان مارس دونك ان مارس غادي نخلص هاد رامبورسمون هادي اذا غادي نجي نحطها هنايا اي فوالا ودابا شنو بقات لي بقات لي تي في دو تي في دو عطاوني هما ديال فيفري فوالا ديال فيفريي عطاوها ليا ها هي انا كاتبه هنا وديال مارس قال لك زيرو دونك انا ها هي حتى هي ما داير والو انا بقات ليا ديال جونفي نجي نشوف شنو قالوا لي على التي في شنو هو المعلومات اللي عندي ديال التي في دونك التي في هي هذه المعلومات ريغلومون دو لا تي في لو موا سويفون يعني كنخلص حتى الشهر اللي وراه يعني هاد 77900 راه ديال جونفي وهاد زيرو اللي ما نخلص والو راه ديال فيفري وديال مارس غتخلص الافريل اذا بما ان هادي ديال جونفي وفي جونفي اش غنخلص انا نخلص ديال ديسمبر العام اللي فات وديال ديسمبر فين كاينه كاينه في البيلون غادي نجي ليها ها هي تي في دو هي 198000 دونك غادي ناخذ هنا ونحطها هادو قال لك دي ديت غولاتيف او مو ديسمبر يعني راه ديال العام اللي فات دونك غادي نجي نحطها هنا اي فوالا ودابا انا عمرت الطابلو ديالي بقى لي نحسب غير لا سوم نفس الامر كالكولاتريس ديالي انا غنستعمل الاكسل ونحسب لا سوم ديال هادو كاملين اي فوالا هادو هما لي طوطو ديالي انا لقيتهم وبهذا نكون ساليت الطابلو ديالي فاهمين دونك دابا غادي نعمر طابلو حسب لا كيسيون غادي يكون الطابلو ديال تريزوري بيجي تريزوري فوالا بيجي تريزوري دونك غادي نكبرو هذا بيجي تريزوري واد دونك هنا لونكيسمون كنجيو كناخدو التوتال ديال لونكيسمون ها هو ياك كنحطهم هنايا ها هما ثلاثة كنحطهم و الديكاسمون تا هما بثلاثة كنحطهم داك لي طوطو ديولي كنحطهم هنا فاهمين لي لقيت ها هما دونك هنا شنو عندك خاصك السولد انيسيال اللي كان عندك شنو هو السولد انيسيال السولد انيسيال هو تريزوري اكتيف موان تريزوري باسيف اذا غنجي انا البيلون ديالي نشوف تريزوري اكتيف و تريزوري باسيف ديالي ها لاكتيف ها لا بنك ديالي شحال كان فيها والباسيف ما فيه والو اذا هاد المونطون اللي عندي هنا ناقص صفر غيعطيني هو المونطون نفسه اذا غنجي غنحطو هنا دابا شنو غادي دير كيفاش كنحسب السولد فينال هو السولد اللي كان عندي زائد الفلوس اللي دخلتني ناقص الفلوس اللي خرجت من عندي واضح الامر السولد اللي كان عندي زائد الفلوس اللي دخلات عندي لان الفلوس اللي دخلات عندي راه تزادت عندي والفلوس اللي خرجات من عندي راه نقصات اذا شنو غندير دونك تساوي سولد انيسيال زائد لونكيسمون ديالي ناقص ديكيسمون ديالي شحال غتعطيني غتعطيني 619 991 و150 هذا السولد فينال ديال جانفي هو اللي غيولي السولد انيسيال ديال فيفري يعني السولد اخر سولد خدمتي بقى عندك في جانفي هو اللي غتبدا به فيفري اذا
هذه غادي تكون هنا، ونفس الامر غادي نطبق عليهم. هذا زائد هذا ناقص هذا غادي يعطيني ناقص 108. اوكي هنا راه ناقص 108 فوالا، هي واحد اشاره ناقص باش تبان لكم، فوالا واحد اشاره ناقص ناقص 108. هاد ناقص 108 غادي تمشي هنا سول، دونك انا خاسر هاد الشهر هذا. وهنا نطبق نفس القاعده، شنو غادي نلقى؟ 228 و 650 فاهمين. دونك هذا هو اخر سؤال كان عندنا، نتمنى ان يكون الشرح ديالنا واضح. وبالنسبه للدوسي الاخير اللي هو هذا، دونك انا غادي نخلي لكم التصحيح ديالو، غادي نخليه لكم اون بي دي اف باش تخدموا، لان هذا ما كيبغيش فيديو. علاش؟ لان الناس اللي ما غتكونش خادمه على اللوجيسيال، اللي ما خدماتش عليه، ما عرفاتش تخدم على اللوجيسيال، راه واخا نشرح ليها ما غتفهمش، واخا ندير ليها الفيديو على هذا التمرين هذا ما غتفهمش، لان اللوجيسيال راه انت تتوقع يعطيوك اي حاجه كاينه في داك اللوجيسيال، يعني اللوجيسيال خاصك تبراتيكي انت فاهمين. وبهذا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا الى جزء اخر ان شاء الله وفيديو اخر. استودعكم الله في امان الله، والسلام عليكم.